في مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بادر مجمع إيسيو للإنتاج الفلاحي بتوزيع أبقار لشباب المنطقة مع توفير كل الإمكانيات قصد الاستثمار في هذا المجال، استثمار يعول عليه هؤلاء عن طريق وكالة دعم وتشغيل الشباب. هذه التعاونيات تجيكم هي تبني لكم الاسطبل وتجيب لكم البقر وتمول لكم بالغذاء. اي ميم حتى التجهيزات نتاع الداخل كما نقولوا نتاع الحليب باش تحلبوا البقرات ولا باش تجمعوا الحليب وكل شيء. فكرت في هذا المشروع انا وسي عيسو يعني نديروا المقابل لهذا الموالين، هذا اهل المنطقه، يعني قلنا لهم انتم ولاد المنطقه خيروا ولادكم يا الموالين واعطونا خمسة قطارات نخلقكم مشروع يغطيكم المصاريف الاخرى تاعكم، نعطوا له 17 بقره بالاجهزه تاعها باللونغار تاعها يكمل المشروع تاعو اللي داروا تاع الغنم ولا حاجه اخرى. الشباب المقبلون على عالم الشغل والذين استفادوا من هذا الإجراء استحسنوا هذه المبادرة، خاصة بعد منحهم أيضا الأعلاف من قبل مجمع إيسيو. المشروع إن شاء الله يعود ناجح في البلاد، وراها رانا فلاحة واجدين ومعارين للصواعد تاعنا، وتلقيناه بصدر رحب كاع الناس الشباب وبعتينا ومنطقة راها من بكري معروفة تعلمت منطقة فلاحية. الشباب فرح وسرور، لأنه الشاب اليوم مش قادر يخدم روحه، مش قادر منين جاته ما عندوش المداخيل، شباب شوف فيه بطال وعنده قطعة عرض باش راح يستخدمها، بصح كي يجيه واحد يساهم معاه ويتابعه بالبيطري وبالأكل تاع الأبقار ويتابعوا والأبقار بحد ذاتهم ويبني له الزونقار، هذه راها حاجة كبيرة مش حاجة سهلة. تمويل لمثل هذه المشاريع خاصة بالمناطق الداخلية للوطن من شأنه أن يرفع من وتيرة التنمية المحلية من جهة، ويساعد على استحداث مناصب شغل في مثل هذه المناطق المعزولة من جهة أخرى.